للغذاء دور كبير خاصة في فترة النمو، وقد يؤدي عدم الحصول في سن الطفولة على الكمية المطلوبة من عناصر غذائية معينة إلى ازدياد معدل الإصابة بالكسور سواء عند البلوغ أو عند التقدم بالعمر. يعني تعتبر العوامل الخاصة بنمط الحياة والغذاء من أكثر العوامل يلي بتساعد على ظهور هشاشة العظام. واليوم مع الكوتش جورج المعلم، دكتوراه في الثقافة البدنية وعلم الغذاء، رح نتعرف أكثر على أهم الأغذية وعلاقتها بهشاشة العظام. أهلا وسهلا فيك كوتش. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. موضوع كثير حلو اليوم نحكي فيه، لأنه موضوع شائع جدا وللأسف شديد أنه بيصيب النساء مو أكثر بكثير، بشكل أغلب بكثير يعني بيصيب السيدات. إذا بدنا نعرف هشاشة العظام، أول شيء هو عبارة عن مرض طبعا متزايد بيزيد، بتبلش العظام تضعف بشكل تدريجي لحتى يجي وقت نحس أنه صار العظم لأي سبب أو أي شيء بسيط، حادث بسيط، بيصاب بكسور. في عندنا مصطلح مشتق من اللاتينية اسمه أوستيوبوريزيس، هو عبارة عن معناته العظام المسامية. طبعا وسبب التغييرات الهرمونية والفيزيولوجية والغذائية بين الرجال والنساء، فهو بيصيب النساء بشكل أكثر كثير أو بشكل أساسي للنساء. فيني خبركم شغلة مهمة، هو أنه بيصيب النساء بمعدل أكبر بكثير من أمراض القلب، أمراض السكتة الدماغية، أمراض السكري، حتى من أكثر من سرطان الثدي. وفي معلومة بتقلك أنه حوالي أكثر تقريبا من النص السيدات اللي بيبلغ أعمارهم بين 45 و75 سنة هن بيكونوا معرضين أو بتظهر علامات عليهم أكثر موضوع هشاشة العظم. طبعا درجات مختلفة ومتنوعة أكيد من سيدة لسيدة، بس أما نسبة يعني تعتبر أكثر من 50% فهي نسبة كتير كبيرة. ننتبه هذا. شو أعراض مرض هشاشة العظام؟ هلأ للأسف ومن سوء الحظ أنه ما له أعراض، ما بتشعر هالسيدات، ما بيدركوا حالهم غير مع الوقت، ممكن حادث بسيط يصيبهم إلا صار معهم كسر، إنه بتقلك أنا وقعة خفيفة أو طرقة خفيفة صاب معي كسر، بالذات منطقة الورك وبنسمعها كتير خصوصا على السيدات متقدمات بالعمر أو الرسغ أو أي منطقة تانية بالجسم. وللأسف بيكون إصابة بسيطة، يعني ما بالضرورة يكون حادث كتير كبير، لا ممكن حادث بسيط تماما إيه ممكن بيسبب لك كسور. حتى خبركم شغلة، وهو إنه له دور كتير كبير مسألة فقدان الأسنان. ليش؟ لأنه نحن لما بصير عندي هشاشة أو بتضعف عظام الفك، هذا بيؤدي لتساقط الأسنان. فللأسف أنه ماله غير أنه طبعا بتحليلات معينة وتصوير معين وطبيب معين هو اللي بيقدر يعرف لك إذا معك، بس أما ماله أعراض، حس أنه مثلا بوجع معين أو ماله أعراض عند النساء، ولكن عند الأطفال عنده أعراض مثل أنه التأخر بالحكي والتأخر بالمشي، هذا من أعراض مرض هشاشة العظام عند الأطفال. موضوع مختلف تماما، لأنه دائما معظم الأحيان بيكون هو موضوع ولادي بيكون أكيد بيسبب بشكل الخاص، ما بيأثر على النطق، ما بيأثر على البلوغ الذهني الحكي. بس أما بيأثر أكيد على المشي أكيد، وبصير يعني يخطيطه الطفل. كمان عندي حالات بالمركز عندي لأي سبب، ممكن إذا وقع من على السجادة على الأرض يصير عنده كسر، وهيدي مشكلة كتير كبيرة طبعا، يعني يا محلى الكبار قدام الأطفال، هذا موضوع ثاني. تمام. طيب دكتور جورج، يعني في كثير أنواع يمكن لهشاشة العظام، نحن ما بنعرف أنه هذا الموضوع بيندرج تحت هشاشة عظام، شو أنواعه؟ هلأ المتعارف عليه علميا هو له نوعين مرض هشاشة العظام. النوع الأول على الأغلب يعتقد أنه له علاقة بالتغييرات الهرمونية عند السيدات، بشكل خاص نقص هرمون الإستروجين. نحن لما بنقص هرمون الإستروجين عند السيدة بيؤدي لأنه تفقد المعادن من العظام، فصارت العظام طرية، صارت هشة، صارت مسامية مثل ما حكينا من شوي، بتصير معرضة للكسور. عندي النوع الثاني هو مرتبط ارتباط وثيق بالنقص الغذائي، بشكل خاص مكملات الكالسيوم، وطبعا مع ذلك هو بحاجة لحتى يمثل الكالسيوم بشكل صحيح ويثبته على العظام بشكل صحيح. فيعني إذا عندنا نوعين، تغييرات الهرمونية وهي شيء مفروغ من لابد منه يعني عند السيدات مجرد ما بلغوا بسن معين اللي نحن بنسميه بالعاده انقطاع الطمس او سن اليأس، والنقص الغذائي هذا المساله بايدنا نحن بنقدر نتدارك بهذا الموضوع. طيب اهم الفيتامينات يلي تقينا من هشاشه العظام، بدي اخبركم شغله قبل الفيتامينات، معلش هلا ببالي، وهي انه المعتقد
او الرائج اللي بنسمعه نحن دائما انه تقريبا بسن كما حكيت الياس ببلش يصيبنا هذا المرض. لا انا خبركم معلومه انه لا هو قبل بكثير بيصيبنا هذا المرض بدون نحن ما نحس. حتى في 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 حالات ممكن بالعمر 30 سنه يعني لسه كثير بكير على موضوع سن الياس بتصيب هي الحالات. فننتبه ما انه في كثير سيدات صبايا انه بكير لسه لا اوصل ل 45 او ل 50 سنه او لا انه بكير هذا. لا 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 فيني اكد لهم انه هو متعارف عليه بتكون الحاله بتبلش تبين من قبل سن بكثير. بس اما طبعا بتظهر وبتزداد عند سن الياس بسبب نقص هرمون الاستروجين اللي حكيت عنه. هرمون الاستروجين مشكله كثير كبيره عن جسم عند السيدات بشكل خاص. لكان كوتش اهم المعادن بالنسبه للفيتامينات. سوري انا دخلت لاني تذكرت هذه المعلومه لانه دائما احنا بنسمع انه ذات صبايا انا بكير انا هلا لا لا مو بكير. ننتبه على هذه المساله. هلا نحن مجرد ما انها هشاشه عظام معناتها دغري احنا يخطر ببالنا موضوع كالسيوم تماما معدن الكالسيوم مباشره وهذا الشيء صحيح تماما. فنحن من اهم المكملات اللي لازم نحن ناخذها على شكل مكملات خارجيه هي الكالسيوم. طبعا الكالسيوم مع دال لازم يترافقوا مع بعضهم البعض لانه الدال بيساعد الكالسيوم على التمثيل بشكل صح وبيثبته بالعظام بشكل صح. بنحتاج فيتامين سي بنحتاج فيتامين اي ضروريات جدا. هلا ما في شك انه نحن بحاجه كل المعادن اللي بتساعدني على كثافه العظام ومتانه العظام من زنك ومن نحاس ومن مغنيسيوم ومن منغنيز ومن بورون وسيليكون والى اخره يعني جميع هي المعادن. بس بشكل خاص بشكل رئيسي مكملات الكالسيوم والاي والسي هذول نحن بيعنونا كثير كثير. خلينا نذكر بعض الاغذيه كوتش اكيد يمكن المتعارف عليها ويمكن سهله الحصول عليها يلي بتوفر لنا هي المعادن الغذائيه. تمام بدي اخبركم اول شيء قبل ما نحكي على الاغذيه بدي اخبركم على البقدونس. ماده مهمه كثير على فكره لازم نحن نتناولها وبعتقد بنتناولها بشكل دائم طري معظم اكلاته على راسه التبوله اكيد بالشكل بذات السيدات هي اكلتهم المفضله يعني ممكن على الفطور ياخذوها بغض النظر. بس هي بنصحهم فيها بنصحهم ببعض المشروبات العشبيه. في عنا اعشاب معروفه ومتعارف عليه مثل بسموه عشب زنب الخيل فيها معادن كثير عاليه بتفيد جدا هالمساله. فيني الهنب اللي احنا بنعرفها وبناكلها بالذات بفترات معينة أو النباتيين بيعرفوها مهمة كتير لازم ناخدها. عندي كتير من الأعشاب اللي بتساعد على المسألة اللي أخدها على مشروب عشبي مثل ما بشرب الشاي يعني مهمة كتير. هلأ إذا بدنا نحكي شوية نصائح وإرشادات مهمة لازم نحن نتبعها سواء للأشخاص اللي وصلوا لهذا العمر أو صابوا هشاشة عظام أو حتى اللي لا بالعكس يعني نتدارك إن إحنا مثل ما بيقولوا وقاية قبل ما ننصاب. هلا اول مساله واهم نقطه هو انه دائما نحن الفحوصات المستمره مثل ما حكيت انا بالبدايه. وانا بنصح دائما انه نبدا من حوالي السن ال 35 سنه نبلش نحن نروح نعمل فحوصات لمساله هشاشه العظام ما نستنى لانه مجرد ما دركنا المساله من بداياتها بتكون اكيد اسهل بكثير بيكون علاجها بسيط وبنبعد عنا شبح الكسور لانه الكسور كلنا بنعرف شو هي. هيدي أول نصيحة. تاني نصيحة أكيد بنصح أنا الكل يتبع بغذائه نحكي هون على الغذاء على الأطعمة الغنية بالكالسيوم. هلأ أكيد رح أول شيء رح أقول كلنا بنعرف الحليب ومشتقاته صفار البيض تمام إذا ما بنعاني من كوليسترول ننتبه لأنه خصوصا سيدات بعمر معين ممكن يصير في ارتفاع كوليسترول. فأنا بحبز الحليب ومشتقاته بشكل إذا يفضل خفيف الدسم أو خالي الدسم. والبيض مادة مهمة جدا بروتين عالي. بس أما أكيد الأسماك والإريدس تماما. هلا الإريدس ما بدنا نحكي بأمره مهم كثير بس لأنه ما بس الأسماك كثير كويسة هي بالنسبة لهذا القسم. بدي أحكي على القسم الثاني الشق الثاني من الأغذية هي الخضروات. بدي أكد على مسألة كل شيء خضروات بنسميها داكنة الخضرة الأوراق داكنة الخضرة سبانخ سلق الأعشاب الثانية اللي حكيت عنها هندبي الخبازة الخبازة برافو برافو كل هذه المسائل هي اللي داكنة الخضرة تبقى خضارة داكن مهمة جدا وفيها كالسيوم سهل التمثيل يعني بمعنى أنه أنا أكلته هضمته دغري وجاب لي نتائج دغري كويسة. البروكولي شغلة عظيمة فوائد لا تعد ولا تحصى. اللفت ممتاز. السمك مثل ما تفضلتي جيد جدا. دكتور في بعض الأشخاص بيقولوا قشرة البيضة ممكن إذا انطحنت بتحتوي على نسبة عالية من الكلس. صحيح كلام صحيح بس للأسف إنه قشرة البيضة حتى لو نحن ليفناه وغسلناه بتضل تحتوي على بعض الميكروبات أو بعض المشاكل. فأنا ما كتير بحبزها بس أما هي صحيح غنية بالكالسيوم بشكل كتير كبير بس من خاف من هذه المسألة. بس أما يعني أنا شخصياً
ما كثير بحبذها، بحبذ لا نقشرها بناكل البيضه. بياكلوا البيضه وتقشيرتها. على قولك اكل البيضه وتقشيرتها. ما علينا، المهم فايه بنصح اكيد البيض ماده مهمه جدا جدا جدا، بالشرط ننتبه انه ما يكون عندنا كوليسترول عالي. واذا عندي كوليسترول عالي يفضل استبعد الصفار قدر الامكان، بس الصفار مهم كثير. الصفار اذا بدنا نحكي هلا معلومه، هي غني بالبروتين اكثر من البياض. بس لانه للاسف في كوليسترول عالي فمنخاف نحن، خصوصا الاشخاص الرياضيين. هلا موضوع ثاني اللي بياخذوا كميات كبيره، ممكن 10 او 15 بيضه، فاكيد ما بنصحهم ياكلوا 10 او 15 صفار، لانه متاكد لهم انا انه بعد كم يوم رح يكون الكوليسترول كتير عالي، فبالتالي صار في شبح امراض قلب وشرايين. هذا موضوع بدي ننبه الاشخاص اللي عندهم هشاشه عظام، او حتى صدقوني للجميع، هو انه يبتعدوا على المشروبات الغازيه قدر الامكان. نشربها بس انه قدر الامكان نبتعد عنها. نبتعد عن التدخين، يا ريت نبتعد عن التدخين بانواعه، بس اما اللي انصابوا بهالامراض بهالمرض اكيد لازم يبتعدوا عن التدخين، يبتعدوا عن المشروبات الكحوليه، يبتعدوا عن مادتين سامين جدا للجسم للانسان بشكل عام، ولمرضى هشاشه العظام بشكل خاص، ان السكر والملح عارفون هدول، ما معقول ما بخبركم هدول. اكيد التعرض لاشعه الشمس قديش ضروري، مهمه جدا جدا جدا. هلا بدي احكي عنه من خلال الرياضه اللي بدنا نعملها. هلا بدنا نعمل رياضه، لكن ايه هلا خلينا ننتقل لشو هي التمارين الرياضيه. اوكي اللي قبل ما انتقل بدي اضيف شغله لغذائنا للمصابين بهشاشه العظام، عشان انا ما بيروا عن بالي ترتب افكاره تماما. موضوع تناول الثوم والبصل، مادتين غذائيات مهمين جدا بيحتووا على معادن كثير عالي، على شكل طعام او متممات خارجيه اللي بيعاني من مشكله من التوم او شيء، يعني على شكل كبسولات او قراص نقدر ناخذها. نجي للرياضه بقى، بدنا نجي لموضوع الرياضه. هلا شيء الاكيد وشيء مفروغ منه وما في اثنين ممكن يختلفوا عليه، انه الرياضه بتساعد كثير 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 على، اذا ما بدي اقول منع هذا المرض، تاخيره. بحد ذاته تاخير المرض هو يعتبر شيء ايجابي جدا جدا لصحه السيدات. فبنصح الكل ما نمارس الرياضة، عنا وقت نقدر نتمرن قدر الإمكان أي رياضة كانت لعلى التعيين. هيد بالنسبة للأشخاص السليمين، لسه نحن مثل ما قولوا عم ناخده كوقاية. الرياضة هي علاج لكل الأمراض بدون استثناء صدقوني، بشكل خاص أنا نحكي لها مرض هشاشة العظام. فأنا بنصح الكل يمارس الرياضة بأنواع أي رياضة بيحبها. هلأ نحن بدنا نقول أنه انصابت هيدي السيدة بهشاشة العظام، هون صفى في انها تتمرن في حالة من التخوف، يمكن انه انا معي هشاشة عظام كيف بدي مارس الرياضة. رخبر هلا اكيد هي بدها تكون اول شيء من لما عرفت انه معه حسب الدرجة والنسبة اللي معياها، طبعا عن طريق طبيبة اللي بيقررها وليس هي او اصحابها او اصدقائها، بدها تكون على حذر، على انتباه، على دراية، خصوصا اذا كانت متقدمة بالعمر. يعني نحن انا لحد هلا 45 ولا 50 ولا 60 بعتبر هلا لساتها بشبابها وصحتها، وما اذا حكينا صار الاعمار اللي اكثر. ضروري تقوم ابسط الامور وبنصحها انه تمارس رياضه المشي. رياضه المشي من اهم الرياضات، بتحافظ على الكتله العظميه، كتله العظام وكثافه العظام، يعني صفوا هون مساله ضروريه. زائد انه نحن معرضه معظم السيدات وقت بيوصلوا للعمر صار عندهم انقطاع الطمس، خصوصا النقص ببلش يزيد وزنهم، طبعا بسبب اهمالهم، ما بالضروره مو بسبب رئيسي انه انا صار معي هيك معناته لازم يزيد وزني، اكيد لا. بس اما بشكل عام اللي بنشوفه ونتعرف علينا من امهاتنا، من انه ببلش يزيد وزنهم ننتبه، ما لازم يزيد وزننا ابدا، لانه هذا صار في ضغط زياده على العظام وزاد على الجنين وعلى الظهر. فبنصحهم بالمشي، رياضه المشي بهدوء، بتوخي الحذر اكيد، بالتدريج، ما في مانع باستشارة الطبيب. بس دائما ننتبه السيد اللي صابها هشاشة عظام، وبشكل إذا كان نسبة كتير عالية، أنه تكون كتير حذرة، لأنه مثل ما خبركم ممكن يعني بعيد الشر عن الجميع، بس صايرة وبتصير وقعة صغيرة بسيطة جدا، يعني ما بتخيل يعني أنه تسبب شيء، لا ممكن تسبب لها كسر بالورك أو بالحوض، صفة بتحتاج لعمليات كتير كبيرة، وممكن تقعد أو تبرك، يعني نوصل لشيء نحن كنا بغنى عنه. هلا أكيد هي مو بكيفة، مو هي قصدي توقع أو قصدي تكسر حالها، أكيد لا، بس أنه بالنهاية شو ربنا رايد بتصير. بس أما تكون هي على حذر أكثر بكتير، يعني لما بدها تقوم تقعد تطلع درج تنزل درج، يفضل إذا هي حدا ممكن يساعدها، أو بهدوء ضل مركزة بهذه المسألة، ما مثل أيام قبل ممكن نوقع نوقف عادي ما في أي مشكلة. فبنصحهم رياضة المشي رياضة مهمة جدا جدا جدا، وفي وقت لها. ودائما بأكد أنا أنه السيدة اللي انصابت وما كانت تتمرن بالسابق ضروري صارت، بس أما بالتدريج، يعني ممكن تمشي أول يوم ممكن 10 دقائق مو أكتر،
بنزيده معدل دقيقتين او ثلاث دقائق مع الوقت، بيجي وقت ممكن تمشي 30 و40 دقيقه، ويفضل باشعه الشمس الطبيعيه، ما تكون في اكيد ما راح امشي بعز الصيف ساعه 12 الظهر، ممكن نخلص من هشاشة العظام تصيبنا اشياء ثانيه احنا بغنى عنها. فلا اكيد بطقس يكون معتدل، طقس مقبول، شمس ما تكون حاره، بس لانه الشمس كثير مهمه اكيد لصحتنا. ودائما وابدا دائما وابدا استشاره الطبيب، الطبيب المختص هو المسؤول بالاول والاخير عن تقييم الحاله وعن وصف العلاج المناسب. لان احنا متعارف عليه بيقولوا لك هشاشة عظام خذ كالسيوم او خذي كالسيوم وانتهى الموضوع، لا هذا الحكي ما هو صحيح ابدا تماما، ضروري يكون هذا الحل. ممكن في ادويه ثانيه برجع بكون حسب الحاله، حسب درجه الهشاشه العظام اللي صابتها للسيده. يعني بالفعل دكتور يعني موضوع مهم اليوم طرحناه ضمن صباحنا، بدنا نشكرك على المعلومات اللي قدمتها. يخلي لي اياكي. وطبعا انا من شخصيا بتمنى سلامه لجميع السيدات والانسات وما يصيبون هذا المرض، او قد ما كان اذا بيصابون ياخروا قدر كان مشان يخففوا عنهم التأثيرات السلبية تبعه. شكرا كثير على معلوماتك القيمة.